السلام عليكم. اليوم بغيت نعطيكم وصفة هومبورغر. المقادير: كاس حليب، ربع كاس زيت، مغرف خميرة، مغرف سكر، حبة بيض، وخميرة الحلوى، وقرصة تاع الملح. ونخلطو الفارينة، نديرو الفارينة ونخلطو العجينة ونخلوها طرية. العجينة تاعي راهي خمرت، دوك ندير هاد لي بول. العجينة تاعي خمرت، دوك نديرو لي بول صغار. هاي صغار نديروهم في السمنة ونخليهم يخمرو. الميني بورغر راهم خمرو، دوك دروك درت لهم صفار البيض لي خليته من البيضة. جلجلان، جلجلان لي عندك، ولا الحبة الطيبة، ولا الساندويتش. طريت حما، دوك نقلي الأشي تاعي. وجد ميني بورغر، دوك دروك نوجد لهم باه نحشيهم. عندي البطاطا مقلية، السلاطة، الفرماج، الأشي، والطوماطيس، والمايونيز. ديروا الفرماج، زيدوا شوية بطاطا، زيدوا حبة أشي، زيدوا طماطم، سلاطة،